أول جزء في الوظيفة الروحية ده لكل حد، كل الوظيفة الروحية لكل حد الحقيقة، بس في مستوى أهم مهم جدا، في ثلاث وظائف روحيين لحياة كل واحد واحدة سمعني. أنا متأكد أنه ما بتوع كل واحد واحدة، بس أنت ما بتوقفش في الوظيفة دي. أنا دي كلمة نبوية لكل واحد سمعني، في ثلاث وظائف روحيين حضرتك ما بتوقفش فيهم، دول معروضين لكل واحد وما ينفعش ما توقفش فيهم، انتهى زمنك ما توقفش فيهم. الثلاث وظائف قولهم لك على بعض، انك ابن، دي وظيفة روحية. ليه؟ لانك اذا بتشغل في البيزنس بتاع ابوك ابا وابناء، وفاكرين لانك في ابا وابناء، ودي وظيفة، دي مسؤولية. انا ابن، انت فاكر نفسك مين؟ انا ابن، وده اول رد فعل، انا ابنة. ولما يجي ضميرك ويأتي العالم ويأتي الظروف، انا ابنة، وان كنتوا ابناء فانتم ايه؟ ورثة الله بالإيمان، ورثة الله في المسيح يسوع. أنا ابن، دي وظيفة. لما تقف تصلي من فضلك ما تصليش عشان توصل لابن، أقف ابتدي من ابن وابتدي صلي. ريما بتقولك لما تتشجع في آخر الصلاة ده، لما الدنيا يعني تبقى الفل الفل، بتخرج من الأوضة بتقول أنا ابن. دي ريما، انتهى ريما، انتهت ريما. انت بتبتدي قعدتك من ابن عشان توصل لحتة أعلى من اللي كنت بتوصل له قبل كده. أنا متأكد إن في حد سمعني. طيب، ده مش وعظ صدقني، أنا بتكلم طريقة عملية. أول ما تخش تفكر نفسك مين؟ هتصلي؟ هتصنع تاريخ؟ تصنع تاريخ؟ ما إحنا بندروش، والدروشة ما بتوصلش لحاجة. بنخش نصلي بريمة ما بيوصلش الحاجة. عايز تصنع تاريخ؟ عايز تغير القدر؟ إبليس هيجي يقولك انت فاكر نفسك مين؟ دخلت صلاة هتصنع تاريخ، انت مين ده؟ كبرياء يا حبيبي. نو ما هو لو الصلاة ما بتغيرش القدر، يبقى ما نصليش أحسن من القدر هيحصل. لكن لو الصلاة بتغير القدر، اللي هيحصل، لأن السماء بتأتي على الصلوات وتطلق من فمك، لأن رب محتاج إيديك ومحتاج فمك ينطق عشان يتنبأ على الزمن اللي جاي فيغير اللي كان هيحصل. لو انت مش فاهم ده، ابليس هيجي يقول لك انت فاكر نفسك مين؟ واول اجابه انا ابن، اجابه منظرها معروف بس هي مش معروفه الحقيقه. عشان كده قلت لك انت في اخر لما القعده تبقى حلوه بتوصل ان ابن وانا وارث، هللويا. القصه انك لازم تبتدي من هذا المكان، دي وظيفه روحيه، دي وظيفه، دي وظيفه. حد سمعني؟ عارفين يعني ايه؟ عارفين الفرق ما بين وظيفه والابن؟ وظيفه يعني ايه؟ الابن ليه سلطان، عشان كده بيلبسوه الخاتم. السلطان ده مهم لابوك. ابوك محتاج انك تبقى واقف معاه في البيزنس بتاعه ومدرك انك ابن. دي وظيفه، انك مجرد تقف قدامه، انا ابنك وانت ابويا، وانا واقف في كل السلطان اللي انت عايز تسكبه على حياتي. دي وظيفه مش بركه، هي بركه بس هي وظيفه، لان ربنا ابوك لذيذ جدا في الوظيفه بيباركك. انا ارجو انك تكون فهمني ايه الفرق ما بين وظيفه وبركه. بركه يعني انت بتطبطب على نفسك، وظيفه يعني انا مسؤول. في فرق ما بين ابن قاصر وابن مسؤول، ابن يرث. ورب بيطلع بيحول اولاده من الابن القاصر للابن الذي يرث. الابن الذي يرث ده مسؤول، ابن يرث ده بيقف على 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 بيزنس بتاع ابوه. ابوه بيقف يتفرج على الابن وهو واقف على البيزنس بتاعه. تاني وظيفه، اوكي عشان ممكن تاني وظيفه كاهن. ايه اخبار الوظيفه دي في حياتنا؟ عارفين يعني ايه كاهن؟ كاهن ما بيقفش يصلي عشان نفسه، كاهن بيقف شايل حاجات على قلبه. دي وظيفه، دي وظيفه كل حد هنا. غسلنا من خطايانا بدمه، رؤيا الاصحاح الاولاني، غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابي. دي وظيفه، ما ينفعش في الزمن اللي جاي ما توقفش في الوظيفه. تقول لي انا فاكر نفسي مين؟ يا عمي انت يا نادر اقف عشان تصلي عشان خدمتك، ما ينفعش. أنا مش بصلي، ده مش موضوع الخدمة، ده موضوع الوظيفة. دي وظيفة، فبتقف قدام الرب في وتكهن أمام الرب.
جزء من انك تكهن انك تقدم عباده وتسبيح، جزء انك بتكهن انك حامل اشخاص وامور على روحك بتقدمها للرب، مش قاعد يا رب تقول الموضوع ده والموضوع ده، لا انت فاهم، انت فاهم انت لابس ايه، على فاهم ثياب الكهنه، عشان كده بتقف قدام الرب عشان تكهن قدام الرب عشان تقدم كل حاجه، مش بس عباده وتسبيح، لا كل حاجه بتكهن قدام الرب. التعبيرات العهد القديم هي تعبيرات البخور او بتقدم صعيده قدام الرب، هذه الصعيده يعني عباده صاعده بتتقدم فيها صلوات بتغطي. اب حضرتك انت بتكهن من اجل بيتك، أم حضرتك بتكهني من أجل بيتك، أولاد حضرتك أنت بتقف من أجل شبابك ومن أجل أسرتك ومن أجل النهضة اللي جاية على جيل الشباب اللي بطريقة غير عادية لم يختبرها الجيل بتاعنا قبل كده. ليه؟ لأنك أنت لازم تقف ككاهن قدام الرب، دي وظيفة، دي وظيفة، دي وظيفة، دي وظيفة يومية، دي وظيفة يومية، ده جزء من الساعتين هتقف في الوظيفة، هتقف أنا كاهن للرب وتلبس ثياب الكهنة الروحية. احنا بنخش نصلي واحنا مش فاهمين ان ده بيزنس، ده بيزنس روحي، بيزنس سماوي، في حاجه حقيقيه، في حاجه جاده بتحصل. ففي استراتيجيه للغرفه، في استراتيجيه للرسائل، بس في استراتيجيه لوظيفتك. وزي ما قلت لك العالم هيجي يقول لك انت فاكر نفسك مين، انت هتقول لنفسك انت فاكر نفسك مين، عقلك الباطن هيخليك عم ارجع للعادي، يا عم ارجع للعادي، تعالى كسكس كسك، ارجع لورا السياره، ترجع للخلف واعمل زي ما كنت بتعمل. ايه فاكر نفسك مين؟ هي دي قصة. عارف دي وظيفتي، دي وظيفتي، انا وظيفتي ابن، انا وظيفتي كاهن، انا وظيفتي ملك، دي وظيفتي. محتاج انك تدركها. انا بستعمل الكلمات عن قصد، صدقني انا عارف كل كلمة رايحة او متقالة عشان ايه، عشان تخبط في حاجات تانية. فدي وظيفة، وظيفة. يعني عارف أبوك أول ما ياه بنتي أخيرا هتخش الأوضة وتقف قدامي وتكهن قدامي، أخيرا 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 هتقف في المكان، وأبوك السماوي يبتسم ويفرح ويسقط عليك ويحتضنك كأن كنت ضالة، بس ما كنتيش ضالة، أنت بنته، بس أتريك كنتيش فاهمة أنت بتعملي إيه، ورب يقوم واقع على عنقك ويقبلك ويسكب رداءه عليك. أخيرا ابني وقف في المكان، أخيرا ابني هياخد البزنس بتاعي، أخيرا ابني هيشتغل. كورنثوس حرقات، أنا طولت. كورنثوس كل حاجة من الحاجات دي فيها كلام كتير بس أنا بأثر. كل ده بتأثر؟ كورنثوس يقول 14، كورنثوس يقول 12، أنا آسف، كورنثوس يقول 12، أنتوا لسه هنا؟ أوكي، كورنثوس يقول 12، كويس أنتوا لسه هنا. على أربعة، الثلاث وظائف الأولانيين دول ده لكل حد، لكل حد، لكل حد. تقول لي ملك هيعمل ايه؟ اقول لك عارف ملك هيعمل ايه؟ هياخد الرسائل اللي جايه من ملك الملوك ويتحرك بيها كملك ويقول له وسعوا اجيزوني لولاة هذا الدهر، هيعدوك معاك رسائل ومعاك حشية ملوكية من رؤساء جيش ومن فرسان، اجيزوني. فالملك بيشرع في الأوضة، دي وظيفة، دي وظيفة في الروح. فاكرين بابل الاجتماع الأولاني؟ دي مثبتة نفسها في الروح، والملوك اللي في الروح بيطلقوا لرؤساء بابل اجيزوني وسعوا. ليه؟ انا هخلخل معتمدكم، انا هاسقط معتمدكم، ولازم يعدوك لانك مليان رسائل ومعاك حشيه روحيه، فلازم يعدوك. أريحة تسقط، ستسقط بابل، ستسقط، ستسقط. ليه؟ لان في ناس في الروح معاها رسائل بتقول لهم اجيزوني، واقفين في الوظيفه بتاعتهم. هل في دور لكل سيدة، لكل ست بيت عمرها ما خدمت قبل كده، تقدمت في الأيام وعندها 70 سنة وما بتخدمش أبدا، وهل في دور ليها في سقوط بابل؟ 100%. ليه؟ لأن في رسائل بتتحط جواها، وهذه الرسائل لما بتقف الوظيفة بتاعتها كملكة وتطلقها في الأوضة بابل بتتخلخل، وربنا محتاج ليك يا أيتها السيدة الملازمة البيت تقصب غنائم.